يمكن خلال الأيام اللي فاتت وإحنا بنتابع القضية الفلسطينية في حديث هام جدا عن حرب المدن أو ما يسمى بالاجتياح البري. كتير مننا بنسمع في برامج مختلفة من محللين سياسيين ومن يعني كبار المفكرين في هذا الأمر يقول لك الاجتياح البري، الاجتياح البري اتأخر، الاجتياح البري أول خطوة ليه، الاجتياح البري هم مش عارفين يعملوه بسبب حماس والأنفاق. فالحقيقة موضوع الاجتياح البري ده موضوع عميق جدا وكبير وبنسمع عنه كتير. طب ايه هو الاجتياح البري ده اصلا؟ وليه حتى الان اسرائيل ما عملتش اجتياح بري مع انها من اول يوم 7 اكتوبر وهي تتحدث عن الاجتياح البري؟ احنا محتاجين نفهم تفاصيل اكتر عن الاجتياح البري وحرب المدن. خلونا نرحب باللواء عادل العمدة، المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء بنرحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية عايزين نسأل حضرتك، يعني إيه حرب المدن ويعني إيه اجتياح بري اللي إحنا بنسمعها بقالنا كتير في الأخبار؟ تمام. هو أولا حرب المدن هي حرب بين جيش نظامي وبعض المقاومات أو عناصر بتسمى في بعض الأحيان حرب العصابات، للمقاومات اللي موجودة الكبيرة جدا داخل المدينة. ليه بقى؟ لأن في عرف هذه الحرب أو في المعنى بتاعها إنها مقبرة للجيوش لأسباب عدة نوجزها في الآتي. يعني أهل مصر أدرى بشعبها، وبالتالي أهل غزة أدرى بشعبها، من نركز على الواقع أو نرمي على الموجود. طيب العناصر الموجودين من قطاع غزة اللي هم حماس موجودين متمسكين بأرضهم، ليهم عارفين دروبها، وبالتالي بيجبروا المهاجم اللي هو إسرائيل إن هو يخش من طرق محددة، ومن خلال هذه الطرق المحددة اللي يجبروا إسرائيل إنها تخش منها بيعملوا عدة كماين يعني ويجهزوها وعدد جيد ويستطيعوا الاختباء فيها جيدا ويصيبوا الدبابات والمركبات ووسائل الاجتياح بكل قوة، وبالتالي حاصل خسائر كتيرة جدا. عشان كده بتسمى المحارب المدن مقبرة الجيوش. ليه؟ بنستعب كل اللي جاي وتعمل فيها يعني لو شارع ضيق أو حارة أو 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 زقاق أو 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 ودبابة داخلة فيه واتصدمت هذه الدبابة في البداية أو مركبة مدرعة والطابق، اكيد هتحصل تكدس واقتحام، وبالتالي مش هتعرف كل باقي العناصر تخش. الفكره صعبه جدا ان تنفيذها في قطاع مختص بالسكان، وعشان كده يمكن سياسه اسرائيل اللي بتستخدمها حتى الان لا زالت هي الارض المحروقه اللي هي بتستخدم فيها طلقات كبيره جدا وضغط قصف جوي وقصف بري وقطع امدادات لاجبار العناصر دي انها تخلخل المنطقه، تتحرك من الشمال للجنوب، وبالتالي تستهدف طرق التحرك نفسها فتمنع عودتهم مره ثانيه. تركز كده في الضربات المتتاليه اللي بتتم على القطاع اللي هي سكتين، بيت تلاهيا وبيت حنون في اقصى الشمال، وبالتالي مخيم جباليا اللي بعديهم على طول. ده الثلاث عناصر دول او الثلاث اماكن دول هم الاكثر اكتظاظا في السكان في العالم، خصوصا مخيم جباليا يعني اكبر كثافه سكانيه على مستوى العالم كله، يعني داخل رباع العالم كله هي هذا المخيم. فبالتالي لما تستهدفه بيقوى في خسائر كتيره جدا، وده دي الخسائر بتبقى صعبه. لكن بالظبط اكثر من الاجتياح البري تتمثل في المقاومه زي ما حضرتك طرحت، الحماس ووجود الانفاق، وده بيعزز من فكره يعني اساليب ومناوره القوات والعناصر دي لتدمير اي حاجه داخله من قبل اسرائيل. اسر الرعايه. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا استاذ نورمين. اهلا بحضرتك. يعني زي ما سيادتك بتقول دلوقتي ان العمليات متطوره وان في ممكن تصدي من حماس لعمليه الاجتياح البري. لا. طيب احنا وصلنا لايه في التطورات في العمليه يا فندم؟ ما انا هقول لحضرتك، بس انا في جزئيتين ثاني هكملهم على اجابه استاذ الامر وبعد كده اجاوب على كل ثلاث سؤال. عندنا عائق ثاني لتنفيذ الاجتياح البري يتمثل في وسط الرهائن والرهائنه انفسهم، ولسه في فيديو صدر امبارح عن ثلاثة من الرهائن وهم بيناشدوا نتنياهو ان هو يسرع في اخلاءهم. يعني معنى كده سيادة اللواء انه لم يحدث الاجتياح البري من قبل الاسرائيليين الا مع مغادرة الرهائن؟ لا، هم هو بيحاول يتنياهو. ولا ممكن يحسبوهم خسائر وخلاص مش مشكلة يعني؟ ما يقدرش يحسبهم خسائر، المواطن الاسرائيلي بالنسبة للاسرائيليين يعني ليه سعر بالنسبة لهم، وبالتالي والدليل على كده جلعاد شريط لما استبدل وهو جثه او رفات يعني
تبدل بالعديد من الأسرى الفلسطينيين. بس كان في حديث سيادة اللواء من جانب المحللين السياسيين بيتكلموا عن فكرة انه الإسرائيليين ما عندهمش مشكلة يضحوا بالرهائن في سبيل انه احنا خسرانين كام لحد دلوقتي 1400، مش هتفرق لما يكونوا 1600. لكن مكذوبه يا استاذ اندرو، فكره ال 1400 دول فكره. انت شفت جنازه الواحد فيهم بس ال 1400 دول؟ يعني انت شفت جنازه واحده طالعه من اسرائيل والمفترض تستغل ويندد بيها؟ لكن هي ارقام فقط لا غير، والارقام دي غير صادقه وغير حقيقيه. يعني ما نستغلش، ما نرددش اللي بيقولوه هم، وفي نفس الوقت هو عوار وهو كاذب وهو افتراء. هم بيدوا نفسهم مبرر لاقتحام القطاع وتدميره، بيدوا نفسهم مبرر لان هم بيردوا الصفعه اللي اتفقوها في 7 اكتوبر، وبالتالي بيستهدفوا حماس وعايزين يطلعوها من المكان، وفي نفس الوقت حققوا الاستقرار والامن رغما عن حماس، وده غير حقيقي. زي ما تحدثوا عن قتل الاطفال وقطع رؤوسهم، وده مش حاصل. يعني حتى ما فيش فيديو واحد او صوره طفل واحده توضح الكلام ده. ولما طلع الاسرى المحتجزين بمقاطع الفيديو المختلفه اللي بثتها حماس امس ومنذ يومين للسيدات المسنات والكبار، كلهم اجزموا ان العناصر دي تعاملوا برافه وباحترام معاهم. ده جزء. والجزء الثاني والمهم قوي، يعني في لما حررت الرهينتين المحتجزتين من 5 ايام بالظبط، اللي واحده 80 سنه وواحده 85 سنه، وهي راجعه سلمت على اللي كان محتجزها بعد كانت تركب العربيه، رجعت ثاني سلمت على المحتجزها. ده معناها ان هي ايه؟ ارتبطت بيه بعلاقه، يعني عايز اقول ايه؟ علاقه ود على الرغم من ما يقال. فبالتالي ضحت كل الافتراءات الاسرائيليه. يعني التصرف الوحيد اهو، واسر الرهائن التي تتظاهر قدام الاستقرار المصريه في تل ابيب وبتناشد السيسي ان هو يتدخل لحل الازمه، ده في حد ذاته يعتبر عائق لتنفيذ الاجتياح البري. كل هذه اللي يعني بنتكلم على اسباب تاثر الاجتياح البري في هذا الكلام، عدم وضوح الهدف العسكري وعدم استقرار الجبهه الداخليه وعدم وجود رغبه للمجتمع الدولي بعدم تنفيذ هذا الاجتياح، ظل 120 دوله اجتمعت واكدت ان هم مش رافضين وبيطالبوا باطلاق النار. وحضرتك تعلم ان جهات زائد 48 دوله في الامم المتحده اللي امتنعوا عن التنسيق، ودول اضافه على 120، اضافه الى المجموعه اللي متوقعه بس هي اللي وافقت على الاجتياح البري او على استمرار اطلاق النار. ده في حد ذاته يعتبر يعني عائق امام اسرائيل، لانها عايزه تتطلب، يعني عايزه تاخد الشرعيه لما تفعله، تتجاوز، ولكن عايزه صوره معينه امام المجتمع الدولي. اخر حاجه في هذا السياق، الكلفه الماليه اللي تتكبدها اسرائيل، فرغم الكلفه الماليه ولكن لا تقدر ب 246 مليون دولار يوميا. انما هو مصر على فكره يعني اطاله امد الحرب، لان استقرار يعني او عودته للحكم مره ثانيه او رئاسه الوزاره مرتبطه بالفتره الزمنيه دي وتحقيق نجاح ايا كان شكله، لان 80% من المجتمع الاسرائيلي رافض فكره وجود نتنياهو، 56% بيقولوا الناس يمشي فور الحرب مباشره ويحاكم ويعاقب. ودي بقى اللي هي الجديده في الاعترافات، يعني زي بالظبط لجنه اجرانات اللي اتحاسبت الاسرائيليين 73، المجتمع الاسرائيلي النهارده بيحاول يجبر نتنياهو على الاستقاله، وفي نفس الوقت لانه السبب اللي متورط اليه او محدش اليه، وفي نفس الوقت لازم يعاقب ويحاسب على ما تم اقترافه. سياده اللواء، يعني شفنا استخدام مثلا او اشتباكات بين المقاومه وبين الجيش الاحتلال، احنا سمعنا عن حاجه زي كده. هو المقاومه قادره ان هي يعني تتصدى لقوات الاحتلال يا فندم؟ وعايزه اسال في حاجه تانية، استخدام قذائف الياسين 105 دي محليه الصنع صحيح؟ فدي قادره ان هي تقاوم الاحتلال الاسرائيلي؟ الفكرة وجود العناصر الإسرائيلية في حضن أو بالاقتراب من العناصر المقاومة، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، بيعملوا له كمايل. لو لاحظت حضرتك كانت القوات المفخخة بداية الصنع اللي كانت بتنتشر في سيناء أثناء مرحلة من عمر الوطن وكنا بنكافح الإرهاب فيها، جابوها مفخخة عبارة عن بتلقى في الطرقات أثناء تحرك المركبات والعربيات الماشية وبالتالي تفجرها. فأنا عايز أقول إيه؟ كل ما هو يمكن تنفيذه من قبل المقاومة لأعمال دي تعتبر جديده بالنسبه، مش جديده بالنسبه لهم، ولكن هي تؤثر في اسرائيل وتعوق فكره الاجتياح البري من جهه، ومن جهه ثانيه بتحقق فيها خساير. الجزء المهم الثاني المرتبط بهذا الموضوع، ان اسرائيل نفسها يعني بتجد صعوبه في انها تدخل في شبكه انفاق بتاثر في هذا في الضغط على
إسرائيل وتنفذ من خلالها أو تحرك من خلالها العناصر، فالقصفات الجوية اللي بتضربها إسرائيل ما بتوجعش كتير قوي في المختبئين تحت في الأنفاق، لكن هو بتصيب البنايات اللي هي فوق أو بتصيب المباني المرصودة. يعني عدد المباني حتى الآن قرب على يعني عدد كبير جدا، وفي نفس الوقت من الصعوبة بمكان إن يعني مهما كانت استخدمت حماس من قدرات هي بتوجع إسرائيل وبتعافى خسائر، ولكن لا بالمقارنة طبعا المقارنة بتولح إسرائيل في هذا السياق عسكريا. يعني سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة، ونتمنى طبعا يعني أهداف مصر تتحقق في هذه القضية وأهداف العرب كلهم الحقيقة، وهذا العدوان يتوقف وإطلاق النار يتوقف والإنترنت يرجع ووسائل التواصل ترجع بشكل كامل، عشان حتى نعرف إيه اللي بيحصل هناك، لأنه في أخبار كتير أنه الجيش الإسرائيلي دخل وما قدرش يواجه المقاومة أو خسر أمام المقاومة فرجع، وفي أخبار تانية بيقولوا لا هم احتلوا مناطق بالفعل، فإحنا لسه مش فاهمين يعني الوضع إيه دلوقتي بسبب قطع الاتصالات والإنترنت. نتمنى طبعا رجوع الإنترنت والاتصالات مرة أخرى.